أقول لك المختار يقول أيه. المختار يقول بما أنه راح نسوي عيد للمحلة نعم فراح نذكر بقاموس المحلة كل إنجازات المحلة اللي راح تصير. طبعا أسرت أقول لك لأن دي يحكي وياي دي يلا شنو الإنجازات اللي الإنجازات أنت يعني. فيعني أنا اقتنعت يعني أسا أقول لك إنجازاتي يعني. تدري أنا ما أحكي عن نفسي هواية أيه؟ تمام راح أحكي لك على العائلة جدي الله يرحمه الله يرحمه أول واحد أيه؟ دخل الصابون بالمحلة أول واحد جاب الصابون بالمحلة صح لو لا مختار لا هذا إنجاز أول واحد ليش يصرحون طارق صابونه صح يعني جدك نظف أدري جدك غسلهم أنا ما أرد أقول هيك خاف يسمع المختار لا يتلت علي صوتك إيه لك علي راح يضرب عليك هاي إنجازات عائلتي خل أقول لك إنجازاتي إيه شنو إنجازاتي تدري أول واحد جبت معجون دخل حلاقة أول واحد جاب المعجون للحلاقة أنا أول لا تبيش أنا معجون طماطة شنو تدري أقول لك أول واحد جاب موس حلاقة للمحلة وهي نفس السكينة اللي يسوون بها سلطة كانوا يحلقون بها هاي كلها راح يذكرها المختار بس لا تقول لي اياها راح يفوز خليني اقول لك بعد انجازات هوايه خليني احكي لك عن انجازات يعني انت تعرف البقالة مالتي هي اول بقالة بالمحلة ولا سيما بالمنطقة كلها تجيب ثمرة الافوكادو افوكادو اي حلو والدراغون فروت اي صح اتذكر اني اشهد اول مره صح اني كنت قاعدين تسولفون اكو هاي الفاكهه باب العالم ده تنتظر صابون